إذن تنتهي مباراة الأهلي والفيصلي الأردني في مباراة قبل النهائي بفوز الفيصلي الأردني على الأهلي 2-1 بهدف الأول. ده الهدف الأول أمامنا على الشاشة للدومونيك في الدقيقة 26، ثم الهدف الثاني بخطأ دفاعي بأحمد فتحي في مرماه في الدقيقة 37، ثم الهدف الوحيد للنادي الأهلي في الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضائع من المباراة عن طريق وليد أزارو. بتخسر البطولة العربية أو نهائي البطولة العربية النادي الأقوى والأشهر والشعبية الكبيرة على المستوى الوطن العربي وأفريقيا النادي الأهلي في هذا النهائي، وبيتأهل الفيصلي الأردني إلى الدور النهائي، منتظرا طبعا نتيجة مباراة الفتح الرباط المغربي والترجي التونسي غدا إن شاء الله الخميس أيضا في نفس التوقيت. طبعا هزيمة يمكن في القاء أو في اسكندرية أو في مصر على أرض النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بالنسبة لهذه البطولة من الفيصلي الأردني. كلام كتير عن الفنيات وأسباب الهزيمة مع نجوم مصر ونجوم النادي الأهلي، كابتن ربيع ياسين، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سمير كمونة. كابتن ربيع برحب بيك. ويمكن هزيمة ما كانش حد يتوقع، يمكن قبل الاستوديو احنا بنتكلم ان في حافز للنادي الاهلي هو نتيجة المباراة الاولى، ايضا الحافز الثاني ان انت عايز توصل للنهائي وتحصل على البطولة، لكن يمكن فريق الفيصلي قدم مباراة رائعة خصوصا في الشوط الاول كابتن ربيع، ويمكن زي ما بنقول خطف المباراة من البداية. ما انا قلت لك ان هي ليها حسابات خاصة وفي نفس الوقت الجانب الفني هي بقى عالي جدا، وقلت لك في نهاية الاستوديو ان حارس المرمى الاثنين هيلعبوا دور جامد جدا في مباراة النهاردة، وهو معتز ياسين نجم المباراة الأول في الفريق الأردني. دي حقيقة. أولا هارد لك نادي الأهلي، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللعيبة، مفيش مشكلة، ده ماتش زي أي ماتش عادي، مفيش توفيق النهاردة، مفيش توفيق. طبعا في خلاف بين الشوط الأول والشوط الثاني كبير جدا في الاستحواذ والسيطرة والجانب الهجومي والشراسة الهجومية والأهداف اللي ضاعت، هدفين، واحد من عبد الله وهدف من صالح جمعة في القائم، كافلين إن هم على الأقل يقربونا ويدخلونا في الجيم. لكن هو الواضح ان النهارده مفيش توفيق، معلش هو فوارق كبيره جدا فنيا بين الشوط الاول والشوط الثاني، لكن ماتش عادي، وانه ياما امتعونا لعيب الاهلي، وبشكرهم على ادائهم، بشكرهم على محاولاتهم، بشكرهم على روحهم. مفيش اي مشاكل عندنا خالص، قدر الله ما شاء فعل. والنهارده خرج النادي الاهلي بمباراه، عامل التوفيق له دور كبير جدا محمد، عامل المباراه. الشوط الاول 45 دقيقه يمكن خماسي وسط الملعب كان له دور بعيد جدا في الجانب الدفاعي، في الجانب الهجومي، الارتداد. هم فريق زي ما قلنا منظم، يملك مدرب واعي، عنده جانب تكتيكي، وقلنا الكلام ده وكان فيه اجماع ان ماتش النهارده مش بسهوله، عنده مدرب زائد لعيبه، عندهم خبرات، عندهم فنيات، عندهم جوانب، عندهم جانب بدني مهم جدا فرق معاهم للدقيقه الاخيره، الجانب البدني واقف معاهم. فانا اعتقد النهارده الشوط الثاني احسن بكتير بنزول الشيخ وعبد الله ومحارب، وروحنا كتير جدا ووصلنا كتير جدا، لكن عامل التوفيق هو اللي ما قردش النهارده. هارد لك اللعيبه والجهاز الفني والجمهور والنادي الاهلي. كابتن وليد، يعني هزيمه غير متوقعه، يمكن دائما اما تكون محضر بشكل جيد، اما تكون متحفز، اما تكون عندك الطموح والاراده في انك تفوز بتفوز. اعتقد فريق فيصلي منذ البدايه كابتن، بدايه المباراه وهو عنده الحته دي، انا شايف يعني بوجه نظري البسيطه ازيد شويه عن النادي الاهلي. ده حقيقي، يعني مبروك نادي الفيصلي الاردني، يستحقوا الوصول للنهائي. هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي ما كانش يومه، مش ده يوم النادي الاهلي. احنا قلنا ان دايما المباراه حاله، النهارده حاله اللاعبين خصوصا في الشوط الاول وحشه قوي، سيئه جدا، في لخبطه، في مراكز متغيره، في عدم توفيق لاغلب نجوم النادي الاهلي. وفي نفس الوقت بتفق معاك مليون في الميه، واحنا اكدنا عليها وقلنا فريق الفيصلي بيلعب بكل قوه، بيلعب بقوه توصل لمرحله العنف في بعض الاوقات، بيلعب بشراسه لازم نقابلها بنفس الشراسه. للاسف يعني جونين سهلين قوي قوي، جون الاول ده عدي الباك رايت حاططها في حته سهله قوي على رامي وسهله على محمد هاني. انا قلت يعني كنت افضل ان احمد فتحي يبتدي ناحيه اليمين، وزي ما ختم لما ختم لما راح احمد فتحي ناحيه اليمين ومحمد هاني دخل جوه، الفرقه اتظبطت شويه خصوصا خط الدفاع. اشوف برضو ان في لخبطه، فحتى لو احمد فتحي هيلعب سردباك لازم يلعب سردباك ناحيه اليمين ناحيته هو. لكن انا استغربت، ودي هتبقى واضحه جدا في الهدف الثاني، ان احمد فتحي بيلعب سردباك ناحيه الشمال، فده مش مكانه. وفي نفس الوقت رامي ربيعه هو اللي بيلعب ناحيه اليمين، بس احمد فتحي
كان الاحسن من وجهه نظري ان احمد فتحي يلعب باك رايت ومحمد هاني هو اللي يلعب سيرد باك ناحيه اليمين. يعني في كره زي دي كابتن وليد احمد فتحي لو باك رايت كان هيتعامل معاه ازاي؟ بيعرف هو عنده خبره، انا قلت لك خبره احمد فتحي يعني بيروح هو قبل المهاجم، بيزق بيكتف يعني عنده خبره دوليه وعملها في منتخب مصر كتير وغطى كتير على مواقف زي دي. لكن طبعا يعني هو مفيش مشكله في تغطيه هاني في الحته دي بس الاشتراك نفسه لازم اشترك اكتر من مين اللي ياخدها. ما احنا عاملين 30 40 اوفر كلهم الدفاع هو اللي بياخدهم في نادي الفيصلي، فهي الفكره ان هم من اوفر او اتنين هم بالظبط رفعوا كورتين ثلاثه، واحده جون واحده في العارضه، فدايما انت عندك اكرم الزويد هو اللي بيخطف، مندي هو اللي بيخطف يعني من قبل خط دفاع النادي الاهلي. لكن يعني هارد لك، احنا حاولنا، وحمودي واحد من الناس اللي مش موفقه، كنت اظن انه في الدقيقه 2 يقدر يجيب هدف سهل قوي، لكن اللعيبه دايما خايفه انها تغلط فبتغلط، يعني خصوصا في التهديف. وليد ازارو راح بانفراد، مش لازم العب على ضربه الجزاء، احطها بوش رجلي في البعيده جون. صحيح. حمودي راح بانفراد، الناس كتير، اجايه راح، فبالتالي النادي الاهلي ضيع، وبنستمر في نفس المشكله اللي هي مسلسل ضياع الفرص. بتضيع فرص سهله، فعلى دي جون انا مش محتاج ان انا اقول لا ما عملكش حاجه وما تتحسبش، هي الفكره انت حط في البعيده جون. صحيح. ده انفراد. صحيح. ده بالعكس كان زمان كابتن حسام حسن او كابتن محمد رمضان او حتى عماد متعب او احط جسمي اطلع الراجل ده بره الموضوع، هو خلاص كده انت كده انفراد. انا احط جسمي احمي كورتي، ليلى خد ضربه جزاء اخد ضربه، ما هو ما لما يعني لو حطيت جسمي يا كابتن هاخد ضربه جزاء. لكن هنا بص هنا بص من الاعاده دي، بص من الاعاده دي يا كابتن وليد، بص يا كابتن ربيع، بص ما فيش حاجه يا وليد، الكوره دي فيها شك. ايوه طب ما انا والله العظيم الكوره دي فيها شك. وليه طيب انا العب ماشي ما هو الراجل خلي بالك، طب لو عيدها لنا وجيبها لنا من الاول الكوره دي ضيع، ركزوا في الكوره دي، انا من وجهه نظري ضيع ماشي، ما ضاعت بس طيب ضاعت ليه؟ عشان الراجل زقني ما ادانيش فرصه. ما ضاعت ليه يا وليد؟ هو لو براحته وفي الانفراد ده ما كانش شوطه، خلي بالك ركز معاه، ركزوا معاه. طب واحكم يا جماعه معاك يا كابتن الكوره ايه؟ اتفضل. هو لو راحت يا وليد بص هيحط رجليه، ماشي لا هو في كتر من ورا، ماشي هو اللي بيبينها كويس، ماشي هو دلوقتي بيحط رجليه، توازنه هنا فين يا وليد؟ الراجل زقه انا شايف هو فيها يعني فيها شك، يعني فيها هو مهتم يا كابتن فيها خلاص ماشي بس فيها شك، بس هو مهتم كمهاجم ان انا اخد ضربه جزاء اكتر من اهتمامي ان انا احطها جون. خلاص ما خدوش، انما يعني انت كان قصدك ان ياخده ويحجز ويروح، وانه يهتم هي في قرارات يعني في الجون، ما اهتمش ان انا اخدها ضربه جزاء. ماشي. ده وجهه نظر. ماشي. يعني الاهلي ضيع كتير، وضيع بطريقه ايه يا كابتن؟ ان انا مش عايز اغلط، ان انا على طول دايما، حتى وليد ازارو ليه 3 4 كرات بيلعب على المضمون قوي زي ما احنا اتفقنا، بيحطها في الضيقه دي طبعا. هنا ارجع هنا تاني، ده الهدف احمد التاني. فتحي من البدايه اصلا فتحي. من البدايه بعد اذنك مش في مكانه طبعا، الكره من منتصف الملعب اصلا، وهي اصلا معانا ده علي معلول وده عاشور وده احمد فتحي، متهيألي احمد هيبصيها صح، اتقطعت هنا من علي معلول. ايوه اوف بقى، اوف بس هنا احمد واقف غلط، يعني عارف واقف الوقفه نفسها غلط، عشان كده لما الكره هتيجي من جنبه المفروض يشيلها بشماله. هنا بص احمد هيحاول يعمل ايه؟ هيحط رجله اليمين، بص، لان هي مش الوقفه نفسها غلط. أيوة. هنا المفروض يبقى رامي، والعكس احمد فتحي. يعني انا وجهه نظر ان لو انا هلاعب احمد فتحي سيرد باك لازم العبه سيرد باك ناحيه اليمين. لان انت عارف انت طبعا النادي الاهلي بيلعب مناطق. صحيح. مش بيلعب مان. فهو بيحدد، يعني مثلا كان حجازي وسعد، حجازي اللي بيلعب شمال وسعد يمين. لما كان مثلا حجازي ورامي ربيعه، رامي ربيعه بيلعب يمين وحجازي مثلا شمال. لما كان سعد ورامي، سعد يلعب يمين ورامي يلعب شمال، كل اثنين. أيوة. يعني كلام نجيب كلام ورامي، نجيب يلعب شمال على عدلته، على عدلته اللي يعني بقدر الامكان. انا اشوف النهارده ان لو انا كنت هلاعب احمد فتحي كسيرد باك العبه سيرد باك يمين مش شمال، دي وجهه نظري. تمام. فرقت في الهدف ده واضحه جدا، مع حظ طبعا، يعني بدلك بشكل غير طبيعي. خد بالك بعد كده اما هيجي لنا الهايلايتس، فعلا مفيش توفيق. النادي الاهلي رايح باكتر من 10 15 فرصه مؤكده، الكره مش عايزه تخش، وفي نفس الوقت الكورتين، واحده بتخبط في رجل احمد فتحي وتغير اتجاهها وتروح جون، والثانيه ضربه راس. فهارد لك النادي الاهلي، يعني
ومبروك نادي الفيصلي يستحق. كابتن سمير يمكن كنا زي ما احنا بنقول احنا ما توقعناش، لكن يعني كابتن سمير كان يتوقع في لحظه من اللحظات ان السيناريو ده يدور بدايه من الشوط الاولاني هذه الخطفه، زي ما بنقول احنا في كره القدم الخطفه دي، سواء بقى بهدف احنا ممكن نكون اخطانا فيه يعني او دخلناه في مرمانا، او الهدف الاولاني اكيد نتيجه اخطاء دفاعيه، وكنا بنتكلم على الاخطاء الدفاعيه ان احنا في المباراه دي مش مسموح باخطاء موجوده، اخطاء دفاعيه بالذات، خصوصا ان هي مباراه بتنقلك لمرحله ثانيه، مرحله النهائي، فبالتالي لازم كانت تقل بشكل كبير. كانت السنه لا، هو في اسباب ادت للهزيمه. رقم واحد طبعا مع احترام زمايلنا طبعا ومدافعين النادي الاهلي، احنا لازم نتكلم على اخطاء، احنا بحكم ان احنا كنا لعيبه ومدربين ومحبين للنادي الاهلي فبنتكلم على اخطاء بنيه صافيه، وبنتكلم ان اي خطا اي هدف بيجي في مرماك بيبقى لازم في اسباب، هي الاخطاء الدفاعيه رقم واحد. تمام. فالاخطاء الدفاعيه اثرت على اداء النادي الاهلي خصوصا الشوط الاول. من حيث الاصابات طبعا سعد سمير ونجيب اثروا على مركز قلب الدفاع جنب رامي ربيعه، معلش برضو مهما كان احمد فتحي بيلعب باك رايت وبنستفيد منه في المشاكل او الاصابات او انما النهارده اداء احمد فتحي داخل الاثنين مساكين بتهالي كان اقل شويه زي ما قال وليد وكابتن ربيع في حته الباك رايت، حتى لو محمد هاني داخل برضو مكان فتحي كانت هتبقى هي نفس المشاكل، لان هاني ما عندوش خبرات، لان الجون اللي جه فينا اللي جابه دومينيك من كره عرضيه كان محمد هاني هو اللي مشترك مع دومينيك اللاعب الفيصلي، فدي حاله من الحالات اللي هي بتخص المدافع او المساك، فما تعملش بيها بقوه، سواء ان هو بيلعب باك على الطرف او تغطيه لجوه، فدي برده سببت مشكله. المشكله الثانيه عدم الرقابه للمدافعين اثناء سير المباراه وداخل ال 18 اثرت بالفعل، لان احنا شفنا الهدف اللي حلناه من شويه ان احمد فتحي باد لك الكره جت في رجله، لانما تمركزه الدفاع كان واقف غلط، يمكن ثلاث لعيبه على اربع لعيبه زرق من نادي الفيصلي، طبعا جت هدف عكس، طبعا جت في مرمانا في هدف في مرمى الشناوي، فدي طبعا اثرت على نتيجه المباراه. طبعا الشوط الاول انا قلت لك من قبل المباراه ان مستر نيبوشا عنده فكر عالي قوي، بيعرف يقسم المباراه، فخد اللي هو عايزه اول 45 دقيقه من حيث الاستحواذ والتهديف. هو قالها كابتن في اللقاء الاولاني كمان واحنا قبل الاستوديو، قال لك انا ما يجيش فيا وهحاول، يعني احنا كمان شفنا في المؤتمر الصحفي الكلام اللي احنا اتكلمناه هو كلمه وبالفعل حصل، يعني هو راجل طبعا فكره عالي وماشي معاهم كويس، ودي يمكن سابع او ثامن مباراه بدون هزيمه، ودي اول مره الفيصلي الاردني يكسب النادي الاهلي مرتين متتاليه، مرتين ورا بعض طبعا، مرتين كده مشكله طبعا، انما بنقول نادي هارد لك طبعا، انما عايزين نحيي فرقه الفيصلي بنقول لهم مبروك، اداء راقي جدا واداء تكتيك على اعلى مستوى. وطبعا في نقطه بس انا عايز اتكلم فيها، اتفضل يا كابتن. اللعيبه اللي كابتن حسام اضافها لل11 لعيب او التشكيله الاساسيه، انا من وجهه نظري يا كابتن وليد كابتن ربيع هي مش اضافه. ليه؟ طبعا عندنا احمد الشيخ وعندنا عبد الله السعيد وعندنا احمد فتحي ومعلول وحسام عاشور مش جاهزين 100%، مش جاهزين 100%. قصدك اضافه للفريق كلاعبين ولا اضافه كقوه ضربه بالنسبه للفريق؟ كقوه ضربه للاعبين، وعدم الجاهزيه اثرت على اداء النادي الاهلي في الشوط الاولاني والشوط الثاني. قلت لك انا سالت السؤال ده، انتوا متخوفين من عوده اللعيبه بعد الفترة الراحة دي، هل ممكن ده تأثر بشكل كبير على الأداء ولا لا؟ أنا اتكلمت فيها من يومين. قلت أنا متخوف من اللعيبة اللي واخدة راحات 10 أيام أو أسبوع، والكابتن حسام ممكن يستعين بيها أثناء مباراة الفيصلي. إحنا ممكن نعمل حاجة تانية، ناخد لعيب أو اتنين كويس جدا، بالإضافة للناس اللي تعبت من أول البطولة لحد آخرها. إنما عايز أشكر اللعيبة اللي لعبت أول ثلاث ماتشات من البطولة. تمام. عامة كانت إضافة، وعايز أقول لك طبعا صفقات على أعلى مستوى زي محارب، زي بركات، زي بقية اللعيبة، زي كريم مزارو النهارده شفناه بيقدر يأدي وحركته ورتمه أسرع شوية وقدر إن هو يجيب جون، إنما إحنا استفدنا وما فيش مشكلة. النادي الأهلي طول عمره يعني مش هيكسب على طول، ودي حال كرة القدم، بنقول لهم هارد لاك، وإن شاء الله نفكر في اللي جاي، ان اللي جاي اصعب، احنا عندنا بطوله افريقيا مهمه، البطوله العربيه احنا استفدنا منها استفاده 100%، مش شرط ان انت تاخد البطوله، هارد لك معلش،
انما انت برضه عندك بطوله مهمه جدا، اهم بطوله عربيه عندك بطوله افريقيا، ودي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي او النادي الاهلي كمنظومه يعني. تمام. واخد بالك؟ فانا شايف الفتره اللي جايه خلاص مفيش مشكله نفكر في اللي جاي، وانا شايف ان البطوله كانت ليها استفاده كبيره جدا من حيث بعض اللاعبين اللي هم جهزوا وتعرفنا عليهم من النواحي الفنيه والبدنيه، وانا بقول لهم طبعا هارد لك التوفيق في اللي جاي. طبعا كابتن ربيع، يمكن تحليلك للاداء الجماعي بقى للنادي الاهلي والفردي في المباراه دي، وايضا التغيير اللي الكابتن وليد واحنا